السلام عليكم، كيف نتوما؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى ان شاء الله تكونوا كاملين بكم بخير وعلى خير. مرحبا بكم معايا اليوم ان شاء الله فيديو جديد ووصفه جديده. اليوم غادي نحضر معكم واحد الخبيزات كيجيو للفطور اولا الكوتي واللي كيحماقوا عليهم حتى الوليدات. غادي تخليكم معايا باش تشوفوا تتمه الفيديو. دابا ان شاء الله غادي ندوزو باش غادي الطريقه ديال التحضير مع ذكر المقادير في مره واحده. غادي نحتاجو ان شاء الله بسم الله على بركه الله كاس ديال الماء دافي. غادي نشوف باش يبان لكم التصوير مزيان. كاس ديال الماء دافي، غادي نزيدو عليه 4 ديال المعلقات ديال السكر، غادي نحركو، غادي نضيفو معلقه كبيره ديال الخميره الفوريه، كاس معمرش ديال الزيت. حنا كنضيفو كنحركو هكذا باش كيتمزج الخليط اولا ديك المكونات مع بعضياتهم. وغادي نضيفو واحد كاس ديال ديغور ناتورال، نحرك المكياج، غادي نضيفو جوج ديال بياض البيض، غادي نضيفو معلقة ديال الملح أولا كيبقى حسب الذوق، صافي. دابا غادي ندوزو باش نضيفو الدقيق. الدقيق انا هنا غادي نحتاج 5 حتى 5.5 بهذا القياس هذا ديال هذا الكاس اللي عبرت هو نفسه من الزيت ولا الماء. هذا الكاس الاول غنبقاو نحركو في الاول غير بهذا الخلاط هكذا اليدوي بهذا الفوات، غنزيد الكاس الثاني. طريقة الحل الدقيق بحال كيف كنقول لكم دائما كيبقى على حسب كل دقيق وشحال كيحتاج باش كيجمع لينا الخليط. هذا الثالث، نحركو مزيان، حتى نبقاو نشوفو العجينة بدات كتجمع لينا. غادي نزيدو الكاس الرابع. أنا عندي هنا الدقيق طال او لا تشوبينا يعني مغربل ناضي باش ما كنبقاش عاد كنضيع الوقت في التغربيل. هذا الكاس الرابع، هاي كتشوفوا يعني غير كتشوفوا العجينه بدات كتجمع. غادي نستغناو على هذا الخلاط اليدوي، نص كاس اخر هذا القياس اللي كيدي لينا هذا العبر هذا. وغادي ندوز انا هنا، هذه ما كتحتاجش ان يعني نجمعوها ضروري تكون العجانه، ولكن غير بيدينا الا جمعنا غير بيدينا جمعنا وتكونت لينا العجينه تجمعات صافي راها واجده، ما كتحتاجش الفريك بزاف. انا هنايا غادي نعملها في العجانه وغادي تشوفوا معايا الشكل النهائي غير باش تجمع ليا دغيا وصافي. بامكانكم كيف ما قلت لكم تكملوا لها العجين غير باليد. صافي هذا هو الشكل النهائي اللي كنوصلوا له يعني ملي كنجمعوا العجينه ديالنا بحال هكذا، ما يكونش قاصح ما يكونش جاري في نفس الوقت، يعني العجينه
كنتمكنوا من اننا نجمعوها بيدينا. غادي نجمعوها مزيان مع الكسكر مع غوانتس. صافي نخليوها تخمر لينا ويتضاعف الحجم ديالها. صافي وغادي نتلاقاو من بعد ما تخمر لينا باش نشكلوا العجينه خبيزات ونكملوا باقي المراحل. صافي العجين ديالنا هي خمرات كيف ما كتشوفوا. كيتضاعف الحجم ديالها. غادي نحاولوا نخرجوا منها ديك الهواء ديال الخميره. نقولوا كريسات كيبقى الحجم على حسب المتطلب ديالكم، يعني كبارين او لا صغارين. هذا الشكل نجيبو صوره هكذا. يعني نتوما على الشكل اللي خصكم تضرب بحال هكذا اولا بحال هذا الشكل هكذا. كل واحد يعني كيعجبو الشكل اللي نكبروها شويه باش تجي كبيره، لان باقي غادي تفران يعني مع التخمار غادي تزيد تطبق. كما كتشوفوا راه معجونه مزيان ماشي قاصحه، في نفس الوقت ماشي خفيفة. انا غادي نبقى على هذا الشكل حتى نكمل الكميه اللي عندي ديال العجينه كامله. ها انتما راه ما كتلصق العجينه ديالها. صافي انا هنايا كملت القياس ديال العجينه كامله. عطاتني هاد القياس هذا اللي كتشوفوا، ديك جوج بيضات اللي احتفظنا بهم اللي خدمنا غير البياض ديالهم بهم باش غادي ندهنوا. هنا عندي جوج بيضات كتقدروا تضيفوا غير نقيطه ديال الحليب اولا الخل اللي بغيتوا، تقدروا تخليوها غير بحال ما هكذا هاد الشكل هكذا. صافي وغادي نبقى ندهنوا الخبيزات ديالنا. يعني خبيزات ما كيتحتاجوش كاع الفريك ولا الوقت في اللي غياخذوا لنا في العجينه بزاف ولا الفريك ديالها، غير كتجمع لينا مزيان كنخليوها تخمر. صافي كنشكلوها هيدا خبيزات كويرات صغار. الحجم طبيعه الحال كيبقى على حسب يعني اللي كيعجبو كل واحد، صغارين كبارين متوسطين، وراهم كيجيو غزالين في حال الشكل اللي كناكلو شي بتيبان ولا كرواسان. يعني في المذاق كيجيو غزالين كيصلحوا للفطور هكذا
الويكاند مع الوليدات كيصلحوا طبيعه الحال حتى لشي مشيه ديال الضياف الكوتي على غفله راه ما كيتعطلوش في التخمار ديالهم. وكثر ملي كيكون الوقت بارد فحال هذا الشكل هذا دابا الوقت اللي حنا فيه يعني ملي تعجنوا العجينه تشعلوا على الفران طفيو عليه وضيفوا ليها العجينه مغطيه في السلوفان نص ساعه كتكون خمرات وطلعت مزيان يعني ما كتاخذش الوقت بزاف حتى في التخمير. وبطبيعه الحال ملي كيكون الصيف والجو حار راه كتخمر لينا الخميره دغيا العجينه دغيا كتخمر في وقت وجيز. صافي هكذا غادي ندهنوهم مزيان من الفوق وحتى من الجنب ديالهم على هذا الشكل هكذا اللي شفتوها ما مدهوناش مزيان ترجعوا دهنوها. العجينه راه واخا ما تفركاتش يعني كيف ما قلت لكم راه تبارك الله نتوما كتشوفوا راها رطيبه فحال اللي تفركات. صافي انا هنايا غادي ندردر عليها شويه ديال زريعه الكتان تقدروا تضيفوا حتى الزنجلان بطبيعه الحال اللي عندكم تواجد في البيت على هذا الشكل. هاد الوقت كيكون عندنا طبيعه الحال الفران مشغول نسخنو على درجه 200 درجه قبل عاد باش نحطو هاد الخبيزات ديالنا كنزيدو هادي كتبقى غير اختياريه الحبه السوداء هادا ولا هادي كتبقى يعني غير اختياريه باش كتعطيو جوج الوان ديال هاد الزهراء اللي طفنا. وبطبيعه الحال الحبه السوداء راه شي حاجه اللي هي مزيانه انا كنعملها يعني اللي هي جايه من بلاصتها كتصيفط عليا الاخت ديالي كتجيبها لواحد الصديقه ديالها وباقا محتفظه بها مزيان ناكلوها مع بحال هكا النوع ديال الخبيزات ولا اللي كنصاوبو شي قريشلات ولا بتيفان ولا اي حاجه. صافي انا غادي ندخلها نطيبها في الفران وغادي تبقاو معايا باش غادي تشوفوا الشكل النهائي ديال هاد الخبيزات اللي كيجيو هشاشين وبنان في المذاق ديالهم. هنايا راه باقي نزيدوهم واحد الشويه يطيبو صافي. كان هذا هو الشكل النهائي ديالنا ديال الخبيزات انتما كيف ما كتشوفوا كيتحمروا في الشكل ديالهم وكيجيو هشاش ما كيديوش وقت بزاف انتما كيف ما كتشوفوا وبساط في المقادير ديالهم وشكل ولا حتى مذاقهم راهم كيجيو غزلان. كنتمنى ان شاء الله تجربوهم وينالوا الاعجاب ديالكم بطبيعه الحال تشاركوهم مع الحباب ديالكم كيجيو كفكره للفطور ولا حتى الكوتي كيتنزلوا مع كيبقى اختيار يعني مع ياش تبغيو تنزلوهم مع الزبده بلديه مرميلادة اللي بغيتو. صافي كان هذا هو الفيديو ديال اليوم والوصفه ديال اليوم شكرا لكم على التتبع ديالكم شكرا للمشتركين اللي دخلوا جداد في القناه ديالي كنقول لهم مرحبا والف مرحبا وكثر اللي كيدخلوا من الاخوات ديالنا من الجزائر الحباب ديالنا كيف ما كنقولوا ديما خاو خاوة اللي خطيكم كنتمنى ان شاء الله يا ربي نكون وفيه لكم ونال الاعجاب ديالكم كل الوصفات اللي كنشاركها معكم. شكرا لكم ونهاركم مبارك سعيد.